التصنيف الوطني للإعاقة بطروحات سابقة تمت من خلال مجلس مركزي للمعوقين وبجهود خاصة من وزارة الصحة ومن كافة الجهات المعنية الأخرى اللي قدروا أنهم يوصلوا لهذا التصنيف اللي فعلا هو باعتماده بيقدر أنه يحقق فائدة لشريحة أوسع من الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء على مستوى الإعاقات البصرية أو الإعاقات السمعية أو باقي الإعاقات الحركية، أنه هن يكونوا مستفيدين من وبالتالي هن بيكون في عنده استفادة تلقائية من أي مزايا تمنح من قانون الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة لأي تسهيلات سواء مادية أو تسهيلات من ناحية الحصول على الوثائق أو يعني إتمام إجراءات الوثائق المتعلقة بالأشخاص. المجلس المركزي لشؤون المعوقين يضم عدد من الوزارات المعنية في هذا الموضوع، ولكل وزارة دور، يعني وزارة الصحة لها دورة، وزارة الشؤون الاجتماعية لها دورة، وزارة الإعلام لها دورة، ووزارة الإدارة المحلية، ووزارة التعليم العالي. نحن كوزارة الصحة بالتأكيد نحن نحكي عن شخص ذوي إعاقة، فبالتالي هو عنده حالة صحية معينة، إذا لنا دور كوزارة الصحة في هذا المجال، هذا أحد المجالات اللي هو مجال التعاون. نحكي بقضايا بتخص الأشخاص ذوي الإعاقة بالعموم، في قضية كتير مهمة اللي هي نتيجة جهد حوالي السنة، هي موضوع تطوير التصنيف الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة اللي تم إقراره حديثاً، اليوم رح نتداوله بالمجلس كمان، هي رح يتم تطبيقه يعني. وأكيد في مثل ما بنعرف جميعاً أنه اليوم العالمي للاحتفال بالأشخاص ذوي الإعاقة هو 3 كانون أول، فكمان رح ينحكى عن هذا الموضوع شو ممكن ينعمل بما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة. نناقش بس التصنيف الوطني للإعاقة اللي تم تعديله والتعديلات اللي انطرحت وإيضاحه طبعا، وكمان في هلأ بدنا نحاول عنا مشروع لمنح مالية للأشخاص ذوي الإعاقة اللي عم يتابعوا تعليمهم الدراسي، إضافة لدعم المشاريع الخاصة مع طبعا الدور المجتمع الأهلي البارز كمان دراسة دعمه. هلا مشاهدينا بننتقل لغرفة الأخبار لنتعرف على آخر الأخبار اللي عم تشهد الساحة السياسية مع زميلنا بهاء خير. يسعد صباحك بهاء. يسعد صباحك زينب.